من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا، وصلنا لبداية فقرات برنامجنا اليوم صباحات اللاذقية، والفقرة الأولى طبعا خصصناها للحديث عن الزلزال وأثاره، وأيضا تصدع الأبنية، ما هو منها آمن، كيف يمكن العودة إليها، وكيف يمكن الكشف عن آثار الزلزال. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو المهندس الإنشائي عمر سليم. أهلا وسهلا فيك. أهلا صباح فيك الخير. صباح النور. صباح الخير والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم يا رب، والرحمة لأرواح شهدائنا. آمين. نعم. والله يشفي الجرحى إن شاء الله يا رب، أزمة وبتمشي إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. مثل ما مشي غير. نعم. بداية أستاذ، خلينا نحكي، نحن اليوم حضرتك قمت بمبادرة خاصة لحتى من خلالها تقوم بالكشف عن الأبنية المتضررة جراء الزلزال اللي حصل. خلينا نحكي عن هذه المبادرة، كيف بدأت ومن أين أتت؟ هلا بصراحة بالبداية، أول ما صار الزلزال والحادثة أو الكارثة اللي صارت ببلدنا، حاولت أول شيء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أتواصل مع الكل من خلال التهدئة أول شيء، لأنه دائما شيء جديد نحن ما متعودين عليه. حاولت أهدئ الناس عن طريق وسائل التواصل. بعد فترة حسيت أنه المفروض أنه نكون على الأرض، يعني أي مهندس أو أي شاب لازم ينزل على الأرض، لازم يحاول يساعد الناس بأي طريقة. مشكورين الشعب السوري العظيم، يعني يعني اليوم قديه هي الكارثة، قديه وحدت الناس، قديه حسنوا عن جد نحن قلبنا على بعض واقفين جنب بعض. يعني انت اكبر دليل انه انت بشكل فردي انزلت. منين كانت البداية، من وين يعني كانت بداية الكشف على الأبنية، لوين رحت توجهت؟ توجهنا على المباني القديمة يعني موجودة حاليا هي بالسوق، طبعا برفقة دكتوري بالهندسة المدنية دكتور علي تريكي. نزلت انا معه. الابنيه القديمه كانت هي اكثر شيء متضرره بصراحه، لانه هي بالاساس هي ابنيه قديمه جدا واثريه، ومعظمها مبنيه من الحجر اللي هو شوي مقاومته على الزلازل شوي ضعيفه. بصراحه توجهنا وشفنا كثير ابنيه، في منها تهدمت وفي منها لازم اخلاءها، وفتنا على شويه ابنيه. كانت الناس دائما تتجمع حوالينا، يعني فتنا على شويه ابنيه وشقق للناس. في بعض الحالات طلبنا منهم انه الانتباه شوي، او اذا في مكان معين انه يطلعوا شوي برا البيت. حاليا دائما اهم شيء هو موضوع لغه التواصل مع الناس، يعني الناس خايفه او ناس مثلا موجوده ببيت هي ربت او ترعرعت فيه، ما من الامر السهل انك تقليل وتطلع من البيت يعني. صحيح. فاللغه كثير مهمه. التعامل النفسي هو يعني بجوز هو الأصعب بهيدي المرحلة اليوم من الحدث اللي صار، لحتى تقدر تقنع الأشخاص بالتهدئة من روعهم بهيدي الفترة، وخاصة كان في تخوف من حدوث هزات تمام. ارتدادية ممكن كانت تشكل خطر على أرواح تمام. البشر. في كتير ناس مثلا كنا نحكي معهم أنه في مكان تاني، أنه لا، أنه فهذا الشخص بدك تحاولي شوية تراعي يعني الوضع النفسي بالنسبة له أكثر من أي شيء تاني. في احيانا لغات شوي بتكون صعبه شوي على الناس، يعني في ناس مثلا بتدخل انه لا الامور صعبه، يعني انا حتى لما بدي ادخل على البيت بدي اشوف الوضع صعب، بدي احاول اول شيء اهدي الشخص، يعني بدي احاول يعني شوي شوي انه اعطيه المعلومه بطريقه ما انه ازعجه فيه. فهذا الشيء كثير مهم لازم يكون موجود عند كل اللجان، يعني طريقه الاسلوب يعني. كمان اليوم مثلا واحد دافع دم قلبه حق هيدا البيت تعبان فيه وعمله حجر حجر، وبلحظه بدك تقول له انت هذا البيت خلص غير امن انك تسكن فيه، والحلول يمكن كثير صعب اذا كان متاذى، يعني ما في مجال ابدا للتصليح. في مجال لا، في مجال للتدعيم، في مجال للتصليح، بس هذا الموضوع شوي لسه بده شويه وقت. يعني نحن اكثر شيء بصراحه عانينا منه انه يعني خلينا نحكي نحن هي المشكله وين، بدنا نحكي بسبب المشكلة. سبب المشكلة أول شيء التنفيذ غير الدراسة، يعني هذا الشيء نحن عم نلاحظه، يعني التنفيذ وين والدراسة وين، وين دراسة التربة؟ التربة نهائيا ما في إهمال حقيقي إلها. يعني منطقة المشروع العاشر كتير صار فيها لغو وكتير صار فيها حكي، هي عبارة عن تربة غضارية منتفخة، يعني هي غير صالحة للبناء. هي التربة هي صالحة للبناء، بس لازم يكون في معالجة أكثر، لازم يكون أنا وصلت لطبقة الصخر. خلينا نحكي لما بيكون في عندي أعماق كبيرة، في عندي هون أنا بدي أعمل أوتاد، هلا هالأوتاد في عالم بتتجنبها لأنه هي مكلفة. هون الموضوع خلينا نحكي فيه بصراحة، يعني في فرق شفناه واضح، يعني وكل العالم سألت هذا السؤال أنه كيف الأبنية القديمة ما انهارت، صحيح، وكيف الأبنية الحديثة انهارت. فهون في موضوع كتير مهم لازم واحد يعني ينور عليه. الأبنية القديمة تم تنفيذها بطريقة أفضل، خلينا نحكي بكل صراحة، خلينا نحكي بعد 2010 أو بفترة الأزمة ببلدنا، يعني صار كتير تجاوزات وكتير مخالفة،
في ابنيه انبنت خلال شهر وشهرين، يعني هذا الموضوع كثير وين الرقابة يعني بصراحة. يعني هذا البناء اللي بنبنى بشهر وشهرين يعني أنت لتبني بناء ما لازم يكون في زمن محدد طبعاً مثلا تتصلب العوامين، حتى مخطط معين لآلية معينة، حتى من في كتير شغلات نحن عانينا منها. يعني مثلا هلا حتى بصراحة يعني خلينا نحكي اللجان اللي عم تنزل لازم تكون الدراسة غير هيك. يعني أنا كلجنة بدي أنزل لازم يكون متوفر معي عوامل أكثر من هيك، لازم يكون متوفر معي المخططات، لازم يكون متوفر معي كل المعلومات عن 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 المبنى، وما فيني اعطي قرار. يعني هلا معظم الناس عم تسالنا انه بخلي هذا القرار، بصراحه اللجنه صعب انها تاخذه يعني الاعتبار. يعني انا فيني اعرف اذا هو مثلا ممكن انا اسكن ولا لا. أيوة. بس قرار انه اخلي العقار هذا قرار كثير صعب، وما قادر انه انا كمهندس او كلجنه موجودين بحضور الدكتور علي، يعني ما خرج انه انا اعطي هذا القرار، لازم انا ارجع وادرس وارجع مره ثانيه. يعني القرار بده دراسه، فالموضوع بده شويه وقت، وان شاء الله يا رب يعني ان شاء الله يا رب نحن ما بيصير شيء ثاني يعني بعد هلا. صحيح بالفعل، لانه هالبيوت اللي هلا يمكن هي ما تصدعت كثير او ما بين عليها، ممكن مع الزلازل القادمه او مع هزات تنهار، او لكن ممكن تكون لسه متماسك وبعد شوي انه ما عاد تتحمل هالضغط. بصراحه في ملاحظات كثير. يعني نحن اول شيء آلية اختيار اللجان، يعني انا وردني نحن بنتواصل مع بعض يعني مجموعه اصدقاء، وحتى احيانا بصراحه يعني ما حتى برا القطاع نحن بروح انا مثلا احد مثلا اقربائي فرضا، او حالي خطيره مثلا انا نزلت على الفيس، في عالم تواصلت معي على الفيس مباشره من اصدقائي. لازم اختيار اللجان يكون بناء على انه شخص عنده خبره. يعني احد اصدقائي تعرض لموقف، هو مهندس جدا ذو خبره، يعني تعرض لموقف انه اجى احد الاشخاص ما صار له زمان متخرج، طبعا يشكر هو عم يعمل جهده بالنهايه طبعا، فشاف حاله انتفاخ نتيجه قرب هالعنصر من منطقه مياه، فهو اعطى القرار انه باخلاء البناء. هذا الحكي ما نصح، يعني نشر حاله ذعر بين الناس واخلى بناء. هذا اللي نحن اختيار اللجان لازم يكون بصراحه شوي بعنايه اكثر من هيك. طب كيف لازم يكون اختيار اللجان؟ يعني شو الاختصاصات المفروض تكون موجوده واختوى؟ واللجان هي منظمه، يعني نحن ما عم تيجي لجان هي عشوائيه، اشخاص عشوائيين هن اللي عم يجوا يقيموا هذا البناء اذا هو صالح للسكن او لا او اخلاء او لا. فشو هي الاختصاصات اللي لازم تكون متوفره ضمن هيدي اللجان؟ بصراحه استاذي نحن تفاجئنا في اختصاصات، خلينا نحكي ما دخلها بالموضوع شوي، هي موجوده ضمن اللجان. طبعا مشكورين الكل، انا ما عم بحكي على اي شيء يعني، بس انه بالنهايه انا اكثر شيء بيهمني الانشائي، لازم تكون الانشائي والجيوتكنيك، هذول اكثر اختصاصين بصراحه لازم يكونوا موجودين. لانه انا معظم الابني يعني هلا مثلا بنايه الكريستال بلاس اللي كل انتبه عليها انه في قسم منها هبط، هذه مشاكل تربه. نحن بصراحه عندنا من خلال فلسفه التنفيذ، خلينا نحكي ما عندنا درايه لتقارير التربه، ما حدا عم يجي. نحن حتى بالفلسفه الصحيحه لازم اخذ سبور اثناء عمليه الصب، عفوا الحفر والتاسيس، هذا الحكي كلياته بصراحه غير موجود. تفاجئنا بشغلات كثير، مثلا الاعمده باحدى المناطق امبارح يعني شفنا عمود بمسافه معينه ما في تسليح على القص، نحن بنسميه او تسليح عرضي، نحن بدنا نوجه شوي الحديث للعامه ولاصحاب الاختصاص، ما في تسليح، وين التسليح؟ وين التدقيق؟ وين التنفيذ؟ وين الدراسه؟ الدراسه عم تكون صحيحه بس على ارض الواقع بصراحه ما في اي شيء. يعني الدراسه شيء والتنفيذ شيء ثاني. التنفيذ يعني ما منطقي انا عم حط تسليح غير مناسب نهائيا. ما في مراعاه للرطوبه، خلينا نحكي هلا الله يحمي الجميع حلب وكل المحافظات يعني اللي صار فيها، بس خلينا نحكي بخصوصيه اللاذقيه، وين العنايه من ناحيه موضوع الرطوبه؟ نزلنا هذاك اليوم بمنطقه سوق الدهر، في ابني الحجر عم يتساقط. نحن بنتمنى يعني حتى من نقابه المهندسين نتمنى موضوع الحجر، اذا بده يتم موضوع وضع الحجر على الابني يكون بطريقه، في طريقه ثانيه هي طريقه تعليق وليس لصق، لانه هذا الشيء عم يسبب اذى. يعني نحن مرينا بالشارع واجا احد الاشخاص لعنا وحكى معنا انه انا سيارتي نزلت الحجر عليها وشفنا السياره يعني. هذا الموضوع كثير مهم، رقابه بصراحه. حدا تلبيس الحجر يمكن بيشكل عبء على البناء نفسه، يعني طبعاً نحن بس يصير عندنا الاوزان القوه الزلزاليه عندنا نحن تزداد، هذا الشيء بيعرفوه اهل الاختصاص يعني. فهذا الموضوع، هاي المواضيع كلياتها نحن لازم ناخذها بعين الاعتبار، لازم شوي نغير الفلسفه، لازم نسمح. يعني بصراحه انا فيني اقول لك اللجان هلا حاليا هي بس عمليتها توثيق، نحن عم نوثق، بس هسه موضوع
القرارات وهيدي الامور صراحه هسه بدها وقت. موضوع مثلا المبادرات، في كثير مبادرات من من من, من جهات خاصه خلينا نحكي، وفي منهم بعرف يعني على درايه بخبرتهم الهندسيه وعندهم خبره اكثر مني انا يعني، وعندهم خبره كثير قويه، نسمح لهم ينزلوا على الارض، نربطهم نحن مع الجهات الحكوميه. طبعا الجهات الحكوميه مشكوره جدا، يعني الدليل على هذا الحكي شوفي الابني اللي بصراحه الاسكان العسكري منفذه من زمان، وهذا الحكي كله والانشاءات العسكريه كل هذا لاحظوه الناس انه كان لهم جداره وكانوا ثابتين اكثر من الابني الحديثه للاسف. في مناطق مثلا وين ضابط البناء؟ يعني انا مثلا في مناطق التربي مثلا انا بتسمح لي باربع طوابق، عم تشوف انا ست طوابق سبع طوابق، طب ليه؟ هذا الحكي كثير مهم وكثير لازم نحن يعني نغير الفلسفه شوي، لازم نضخ دماء جديده. يعني انا ماني احاول انه مين الموجود او حاليا او مين اللي اختار او بس الدماء الجديده بحاجه لكل الشباب إيه الدماء الجديده اسمحوا له. يعني ليش لحتى انا كل مره انا اي شاب بده يهرب وبده يطلع، يعني اسمحوا له الطاقات الجديده انها تشتغل على الارض. يعني شوفي انت على الفيس المبادرات الانسانيه يعني شيء بيرفع الراس صراحه يعني. أي والله. اسمحوا لهالشباب انه يشتغلوا، يعني ما دائما انا طبعا دائما الخبره مطلوبه، بس خلي صاحب الخبره يوجه هالطاقه اللي هو الشاب. صحيح. بس ما انه ضل اترك الشاب بالبيت ولا يعني اي مهندس بيطلع وبيتخرج جديد اول كلمه بيقول لك ما عندي شغل، ما في شغل، بيطلع مثلا على مكان بيشتغل طباخ او بيشتغل، هذا الشيء كثير عم يسبب مشكله عندنا المهندس، ما يعني خاصه الهندسه بصراحه. يعني بصراحه في ناس كثير بتحكي معي بموضوع لا الطبيب مسؤول عن روح، المهندس مسؤول عن ارواح. صحيح. المهندس يعني هذا بصراحه كانت هي المشكله. انا اول ما صارت الازمه هيدي او الكارثه، اول شيء نزلت انا انه هي لما تستبدل بصراحه، طبعا مع احترامي لكل المهن، بس لما استبدل انا عامل او نجار، استبدل المهندس بعامل او نجار ليشيد بناء، هذا الحكي غير مقبول. بدنا شويه ضبط، خلينا نحكي لازم يكون في العصا الغليظه، خلينا نحكي لازم يكون في قانون يلزم بالقانون. اكيد هلا بتوقع بعد اللي صار اكيد في قرارات جديده وقوانين جديده. نحن حتى اللجان لهلا نحن عم نشوف من الارض وما فوق. هسه في امور ثانيه نحن بحاجه مهندسين جيوتكنيك، بحاجه ناس تنزل على التربه وتاخذ سبور، تاخذ عينات وتختبرها، مخبر الجامعه موجود. ليش ما حدا عم يستثمره؟ ليش ما حدا عم ينزل يختبر بمخبر الجامعه؟ طبعا مشكورين دكاتره كليه الهندسه المدنيه كلياتهم بجامعه تشرين مشكورين، يعني لولاهم نحن ما بنوصل للمعلومات يعني، بس بالنهايه لازم شوي نوظف موضوع مخبر الجامعه، دائما هالامور التاسيس التربيه الصحيحه هذه الامور كلها مهمه يعني. وقت نحن يعني بالعين على اساس علمي صحيح فاكيد بتكون النتيجه نحن بالعين النتيجة يعني صحيح. اي حدا بالعين شاف الانتفاخ بالتربه او شاف الهبوط بالتربه، لما جزء من مبنى بيهبط معناته في مشكله بالتربه، ما في اي عنايه بهالمواضيع هي للاسف يعني. فهذا الحكي نحن لازم ان شاء الله يا رب نتجاوزه. ولكن اليوم للاسف الضرر وقع، يعني زلزال حدث، الابنيه تصدعت، الناس متخوف اليوم. نحن حابين نستفيد من خبره حضرتك، يعني اي شخص اليوم ببيته في تصدع، في شيء غريب لاحظه، شو هي علامات الخطر خلينا نقول الممكن تنذر الشخص انه هو بحاجه فعلا للابتعاد او عن هذا المكان او دعم هذا المكان؟ يعني كمان اللجان الله يعطيها العافيه هي على مستوى محافظة كامل، يعني غير قادر على تغطية المحافظة كاملة، فرح يكون لازم يكون في وعي من الشخص نفسه. هيك أنا حكيت على طاقات جديدة. تمام. أول شيء نحن أي بناء نحن بندخل عليه مباشرة نتوجه للطوابق الأرضية، بتعرفي أنت الأساس دائما بالطوابق الأرضية. لما بنطمن على الجملة الإنشائية اللي هي مثلا الأعمدة والجدران والجيزان أنه هي بخير فنحن بنرتاح. برجع بكرر نفس الموضوع، نحن عم نشوف فوق سطح التربة، هسه كمان بيلزمنا حدا يشوف تحت التربة شو الوضع. خاصة موضوع أهل الاختصاص بيعرفوا موضوع الرقبات والأعمدة القصيرة، هذا موضوع جدا مهم، لأن هالتسليح بهالمناطق هذه حساسة جدا على الزلازل. هذا الحكي بصراحة كمان نحن بحاجة له. لما عم ندخل لعند الشخص في كمان موضوع خلينا نحكي فوبيا صار عند الشخص، يعني أي شعر عم يشوفه بفكر إنه في مشكلة. يعني معظم الناس بصراحة طبعا مشكورين، في كثير ناس نزلت صور وأمور لحتى تحدد هذا الموضوع. في كثير ناس مثلا استاذ هون شو بيكون هو عباره عن 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 عمودين مثلا في بيناتهم جدار، نتيجه حركه الجمله انا عم يفصل عندي هذا الجدار خلينا نحكي. فهذا موضوع نحن قادرين على الترميم، ما في شيء بيخوف طالما العناصر الحامله خلينا نحكي للمنشاه هي بخير فالامور بخير.
ما في داعي دائما كمان انا موضوع. اذا اهم شيء اتاكد اول شيء من سلامه الاعمده ضمن البنايه طول ما انه ما فيها تشققات او تصدعات. تمام. هيدي اهم نقطه. تمام. في حال كان في تصدع بهيدي الاعمده او انا شفت شق معين، يعني احيانا بيكون الشق بالدهان او بالخارج مو ضروري، ممكن يكون بالداخل. حتى التخوف حتى بصراحه يعني هي نرجع نحكي عن موضوع الخوف، موضوع الرطوبه باللاذقية. الرطوبه سببت كثير 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 مشاكل، وكثير في ناس مثلا بس تشوف حديد التسليح بتخاف انه هذا العمود ظهر التسليح معناته في مشكله، لا هو عباره عن مشاكل قادرين نحن نعالجها. ما فورا نعطي قرار بنشر خلينا نحكي الزعر بطريقه غير مباشره، ممكن من قلقه اي مهندس او اي حدا انه هو يطلب مثلا انه يخاف او يظهر على وجهه الخوف. فهذا الشيء نحن مطلوب انه نحن نراعي الناس، كل شيء بيتعالج. ما في داعي اذا في مثلا عمود في صدع معين او في فورا والله انا اعطي الامر انه والله اخلي، لا قادرين نحن على الصيانه. ما معقول انا بناء مكلف مثلا خلينا نحكي مليار مثلا، انا اجي مشان شيء قادر اني انا اعالجه اني اعطي امر بهدم او اعطي امر باخلاء، هذا الحكي غير مقبول. بتتعالج هي المشاكل؟ طيب ايمت المشكله ما بتتعالج؟ يعني قد بده يكون حجم الاضرار حتى ما يكون في علاج لها؟ اليوم مثلا انت بتمر بتوسع العاشر، عندك 11 12 طابق متصدعين، هذا شو مؤنو في شيء؟ مؤنو في شيء ما في بيتصلح، في شيء بصراحه بياكل وقت. يعني مثلا لما بيكون في عندي انا الضرر بالاساس بالبنايه هون بدي ارجع بقى على عمليات اعاده ترميم وتدعيم، يعني بياكل وقت. هو موضوع الوقت. يعني نحن هذه اللجان نحن بس عم نحكي مره ثانيه نحن بس عم نوثق بصراحه، لازم يكون في سرعه اكثر من هيك بصراحه. خلينا خوفا من اي شيء ارتدادي. هلا الارتدادي خلينا نحكي الابني اللي فيها اذى الارتدادي ممكن ياثر عليه. عرفت علي كيف استاذي؟ بس انه نحن ان شاء الله يا رب بس انه شويه تسريع للعمليه، يكون في نرجع بنحكي يكون في عندنا دماء جديده عم تنزل على الارض. لازم هذا الموضوع هذه التقارير مباشره تندرس ويتخذ فيها قرار، يعني انه هذا المبنى انا بخلي بدعم شو طيب يعني اما نحكي عن الارض انه هاي المنطقه هي ارض غضاريه مثل ما حكيت حضرتك، هل هي بتتحمل يكون عندنا 13 طابق؟ انت شوف البرجيات اللي صارت بكل هاي المنطقه، هل هي نحن مجهزين؟ لو انا وصلت الى منطقه الصخر يعني ما في مشكله، ما في مشكلة. بس انا المشكله كان بطريقه التاسيس. يعني انا وصلت الى تربه حتى تحت الغضار في عندي طبقه تربه سلتيه خلينا نحكي. وهذه تربه يعني بصراحه بتسبب مضاعفه للقوه الزلزاليه، يعني فهذه مشكله. يعني ما في اي عنايه بالتربه نهائيا ولا بالتزامات الكود العربي السوري نهائيا، وخاصه بموضوع التسليح، تسليح العقد اصحاب الاختصاص عم يفهموا علي. ما في اي شيء. يعني هذا الحكي نحن لازم نشترط يعني موضوع التنفيذ. يعني هلا الدراسه عم تتم بشكل صحيح، التنفيذ لازم يكون في حدا مشرف عليه، لازم يكون ضمن ضوابط حقيقيه. ما قلنا والله انه في كثير ناس انه بتشوفي باللهجه العاميه انه والله عملت حطيت مثلا اربع سياخ مثلا بيعمو حاجه ثلاثه. هي ما كلمه بتتم تنحكى. يعني في ناس في اهل الاختصاص بتمنى شوي موضوع المهندس يرجع شوي يتفعل دور المهندس على الارض. طيب هذا الشيء كثير مطلوب. في ابني مثلا 13 14 طابق، انه لازم يكون المساحه اللي حواليها قد مره ونص من ارتفاع البناء، هذا كمان نحن على ارض الواقع ما عم نشوفه. ما عم نشوفه. في شيء ثاني انا كثير تعرضنا له، انه في معظم الابني متلاصق، هذا الحكي نحن صار في شقوق بين البنائين. في كثير الناس تعرضنا لهذا السؤال، انه استاذ ليك هون في شق، هذا الشق بصراحه هو من الاساس لازم يكون موجود، لانه في شيء عندنا نحن بالكود اسمه الفاصل الزلزالي. في عندنا شيء اسمه الفواصل الزلزاليه بين الابنيه، وهذا الشيء بصراحه مهمل خلينا نحكي، او يمكن لانه بناء قديم جدا وخاصه بمناطق السوق او الحارات الشعبيه. فهذا الشيء نحن لازم كثير ننتبه عليه، الفواصل الزلزاليه هذه ضمن الاشتراطات اللي بصراحه نحن ما التزمنا فيها. يعني ما بالك هلا نحن عم نحكي على بنائين بنفس الارتفاع، فما بالك نحن على بنائين واحد منهم اعلى من الثاني، هون في خطر حقيقي بصراحه. فهذه الامور بصراحه كلها هي ضمن الضوابط والقانون موجود، بس بصراحه التطبيق للقانون ما في انتباه لهذه الامور بصراحه للاسف، ما من خلال شفناه يعني على الارض. بالمنطقه قد ايه لازم يكون مسافه بين البناء والبناء؟ هلا في اشتراطات لها بالكود، يعني من ناحيه الارتفاع العظمي بيناتهم بال 5 سم وما فوق، يعني في اشتراطات بالارتفاع العظمي للبناء تدرس الى قوانين بالكود. يعني هذا الحكي انا موجود لطلاب سنه رابعه وانا عم بتواصل معهم وعم بعطيهم هذا الحكي، يعني بصراحه طلاب الهندسه المدنيه هن بيعرفوا. يعني طلاب سنه رابعه هذه في ماده عندهم اسمها بيتون 3، هذا الحكي موجود وبيعرفوا. يعني في ابحاث عن هذا الموضوع ضمن الكود،
هذا الحكي بصراحة ما في أي التزام فيه. بدك تدرسي ارتفاع هذا البناء وارتفاع هذا البناء، في علاقة تدرس موجودة صريحة بالكود العربي السوري، دراسة المسافات بين الأبنية بصراحة أو الفواصل الزلزالية مثل ما بنسميها، وحساب منصوب الطرق بين البنائين، كل هذه الأمور بصراحة موجودة. يعني نحن كعلميا الأسس النظرية موجودة، ولكن التطبيق على الأرض للأسف ما. إن شاء الله يا رب نتجاوز هذا الموضوع إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. المفروض نتجاوز هذه الأمور بعد هذه الكارثة اللي حصلت. يعني حضرتكم من خلال المبادرة اللي قمتوا فيها إلى اليوم، دي عدد الأبنية اللي كانت متضررة اللي منقدر نقول كنسبة محددة اليوم ضمن المحافظة، بتقدروا تحصروها حاليا؟ ضمن القطاع اللي أنا وجدت فيه، خلينا نحكي متضررة، ما أنه متضررة، حوالي شيء 30% تقريبا. 30% تقريبا في وهو فيه يعتبر رقم مقبول عاد ما في مشكله. لا ما في مشكله، يعني هو بالنهايه كمان نحن عم نحكي عن زلزال، انا عم نحكي عن، فالاضرار مقبوله، يعني قادرين نحن باعمال الصيانه، بس تسريع شوي بهذا الموضوع. يعني هل انا اذا انا حسيت انه في تصدع بمنزلي او تشقق، خلينا نحكي باللغه العاميه شوي، انا حسيت في خطر جوا بيتي، بقدر انا دغري اخذ اجراءات اني انا دعم هيدا الصدع، او اخذ اجراء مثلا اني انا احمي نفسي بدون ما انتظر هيدي مثل ما عم تحكي حضرتك الروتين واعطاء قرارات بهيدا الموضوع؟ يعني انا كيف بدي احمي حالي اليوم؟ انا قاعده بالبيت ما بقدر استنى هيدي القرارات، بدي حل سريع لانه الهزات الارتداديه ما زالت موجوده. طبعا فيك في حلول وفي هي في ورش وفي في في حلول لهذا الموضوع، بس بصراحه لنحكي معظم الناس بانتظار موضوع الدعم، خلينا نحكي يعني موضوع مكلف، ما له موضوع مكلف، ولكن اكيد الامان هو الاهم، بس في ناس بتنطر على هذا الشيء. يعني انا من يومين مريت على بناء، بستغرب انه انا في خطر على الشخص، فعم بطلب منه انه في مكان ثاني تنام فيه هيك، بس ليومين ثلاثه يعني، ما عم حاول خوفه يعني، قال لا انا بالنسبه لي خلص يوقع البنايه علي ما في مشكله، هذا قدر الله يعني. في ما عنده قدره لهذا الموضوع، ما عنده قدره يطلع صراحه، يعني موته انا ببيتي احسن لي. وكثير ناس قالتها، في كثير ناس تعرضنا لها، يعني حتى انه مثلا تفضل مثلا اعطينا رقم تليفونك او كذا، بس يحس الموضوع بصراحه رسمي، يحس بالخوف، يعني بخاف من كلمه اخلاء، بخاف من بفكر الروح البشريه. طيب هلا اذا في ابني ما تصدعت، ممكن نعملها يدعموها؟ في ناس خايفه انه والله ما تصدع وما صار له شيء، بس انه بندعم زياده. فينا ندعم زيادة، بس برجع بأكد على موضوع بدنا حدا يشوف تحت الأرض، تحت الأرض الأرض، هو اللي بيعطي الجواب النهائي إنه هذا البناء أموره سليمة أو لا. بدنا حدا دائما موجود تحت الأرض، تحت الأرض، ويأخذ عينات ويدرسها، وهذا الموضوع كتير مهم، كتير كتير كتير، خاصة بالأماكن مثل ما حكينا الأماكن القديمة، يعني مثلا مثل منطقة سوق المقبل، هي منطقة فينا نعتبرها أثرية أو قديمة، بناء قديم، بناء حجري، هذا كله بصراحة كله للأسف تعرض للانهيارات، يعني في منهم مناطق محددة بتأثر على على الأبنية اللي جنبها، فهذا الموضوع بصراحة بده شوية علاج وبسرعة، مو إنه بالمناطق الخطيرة خلينا نحكي، فلازم شوي نستعجل بهذا الموضوع. أكيد نحن يعني بحاجة اليوم للإجراءات السريعة لحماية الأرواح. نتشكر كثير وجودك معنا المهندس عمر سليم، شكرا كثير لمبادرتك، وإن شاء الله يا رب تكون الآثار إيجابية قريبا على أرض الواقع. إن شاء الله يا رب، شكرا كثير لكم، الله يحمي البلد يا رب وقيادة البلد يا رب. إن شاء الله يسلمك، شكرا لوجودك. أهلا وسهلا.